الله سعداء بتواجدنا في هذا المركز الطبي للترويض ببوسكورة لنتقاسم الفرحة مع نزلاء هذا المركز. مجموعة سهام أبت إلا أن تشارك بشراكة مع مجموعة البروفيسيونيل التعليمية تحت شعار أن تمنح غيرك لذة الوجود. إذن أنت موجود، فهذه البادرة بادرة طيبة، وكنتمنى من جميع الفاعلين في الحقل الثقافي والفني والجمعوي أن يبادروا مثل هكذا حركات، لأنها تدخل البهجة والفرحة في قلوب النزلاء. ونحن اليوم جد سعداء بتواجدنا، وسنؤتي فضاء هذا المركز إن شاء الله بسهرة فنية كبرى. غيحضروا معنا فعالية ثقافية وفنية وصحفيين ومجتمع المدني، وكنتمنى إن شاء الله هذه اللمة تدوز بخير وعلى خير. وكان لي الشرف أنني نكون حاضر في مركز النور ديال مدينة بوسكورة، ولي الشرف أنني ندوز في مدينتي. شكرا بزاف للمركز ولا الناس اللي دايرين هاد الحفل لهاد الناس اللي، وشكرا بزاف للأخ مشفق مجموعة السهام اللي هما اللي عيطوا ليا باش نشارك وفرحان. تحية جمعوية وتحية صادقة، لنا الشرف أن نتواجد اليوم وفي هذه الساعة بالضبط بمركز نور للترويض الطبي. وبطبيعة الحال أشكر في هذا المجال إخواني في مجموعة السهام وخصوصا الأخوين مشفق، لدني دعواني إلى المساهمة والمشاركة والحضور برفقة زميلي وأخي حسن فلان. هذه المناسبات وهذه إن صح التعبير هذه البوادر والمبادرات من العيب أن نقف عندها إلا في رمضان، يجب أن تكون مستمرة طيلة المناسبات. ومن هذه المناسبة من هذا المنبر أولا ندعو بالشفاء لكل نزلاء هذا المركز. يشرف مجموعة السهام بشراكة مع مجموعة البروفيسيونيل التعليمية بأن تساهم في هذا الحفل التكريمي، هذا الحفل الرمضاني في هذه المؤسسة العتيدة، مؤسسة نور. وكعادتها هذه المؤسسة التي قدمت خدمات لأجيال، نريد كذلك أن نقدم خدمة ولو بسيطة في هذا الشهر المبارك احتفاء بنزلاء هذا المركز، واحتفاء كذلك بكل ما قدمه المركز من خدمات. وجميع الفنانين المشاركين والذين سيحضرون هم جد سعداء بأن يشاركوا نزلاء هذه المؤسسة فرحتهم في هذه المسيا، ومتمنياتنا لهذه المؤسسة بالنمو ومزيد من العطاء والتقدم.